مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤيا، والبداية بأبرز العناوين. ممثلا لرئيس الجمهورية، الوزير الأول يشارك في أشغال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الصينية في السعودية. أزيد من 60,000 مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. في أخبار المونديال، إبراهيموفيتش يكشف هوية المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم. أهلا بكم من جديد. قال الوزير الأول أيمن عبد الرحمن اليوم الجمعة إن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين من شأنه أن يسهم في ظهور عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن السياسات الأحادية ومساعي الهيمنة. الوزير الأول أشاد في الكلمة التي ألقاها في القمة العربية الصينية الأولى بالعاصمة السعودية الرياض، أشاد بالموقف المشترك تجاه القضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية في العالم العربي. كما نقل الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يتابع باهتمام خاص أشغال القمة هذه، ويتمنى لها كل النجاح باعتبارها خطوة جديدة في مسار بناء شراكة استراتيجية بين الصين والدول العربية. أعطى وزير الصناعة الصيدلانية علي عون تعليمات لمسؤولي صيدال في قسنطينة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بإطلاق صناعة الإنسولين في البلاد، مردفاً أنه لا توجد حجة للتأخر في إطلاق إنتاج الإنسولين. الوزير جدد خلال زيارته لولاية قسنطينة رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الالتزام الجزائر بتغطية 50% من الاحتياجات الوطنية فيما يتعلق بالأنسولين خلال السداس الأول لسنة 2023 من خلال إنتاجها محلياً، مذكراً بأن الدولة مصممة وضع حد للاحتكار الممارس بخصوص التموين بهذا الدواء. في قطاع الفلاحة، أكد الوزير عبد الحفيظ هني أن قطاعه يغطي الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بنسبة 75%، فيما يساهم بأكثر من 4.14% من الناتج الداخلي الوطني الخام. وأوضح هني في كلمة خلال أشغال الاجتماع رفيع المستوى في إطار السنة الإفريقية للتغذية بكوت ديفوار أن الجزائر تحقق اكتفاء ذاتيا في الكثير من الشعب الفلاحية، فيما يشغل قطاع الفلاحة أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة، أي ما يعادل 2.7 مليون عامل. عودة إلى الأخبار المحلية، إن توفي 5 أفراد من عائلة واحدة بورقلا، وذلك اختناقا بالغاز وفق ما أفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية بالولاية. وفق ذات المصدر، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية ورقلا في حدود الساعة 10:43 من أجل تحويل 5 أشخاص في حالة حرجة متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون من عيادة متعددة الخدمات بالمخادمة إلى مستشفى ورقلا، أين توفوا لاحقا. في الشأن الدولي، أدى 10,000 من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وأفادت مصادر مقدسية أن 65,000 مصل من أهل القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد الأقصى من الضفة أدوا الصلاة بإحالة ومسؤولياته المسقوفة. شن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هجوما أمس الخميس على منصة تيك توك، واصفا إياها بالساذجة ومعطلة نفسية، خاصة وأنها أكثر الشبكات فاعلية بين الأطفال والمراهقين، رغم أن ماكرون نفسه يمتلك حسابا يضم 3.5 مليون مشترك على تيك توك. وأدلى إيمانويل ماكرون بهذه التصريحات خلال زيارة لمقاطعة فيين على متن حافلة رفقة الشباب للإجابة على أسئلتهم واحتياجاتهم. في أخبار المونديال، كشف الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش عن المنتخب الذي يرشحه للفوز بنهائي المونديال الذي تجرى وقائعه بقطر. وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لريكورد البرتغالية ونقلها موقع الكأس القطرية أنه يتمنى الفوز لمنتخب الأرجنتين لسبب واحد، وهو بصراحة أمل أن يفوز الأرجنتين بالبطولة من أجل ميسي. ويملك زلاتان علاقة وطيدة مع الأيقونة الأرجنتينية رغم أنه زامله في برشلونة لموسم واحد فقط. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية. إلى اللقاء.